بعد أكثر من 14 مليون كهرباء تباعت على مدى 42 سنة في 6 جينيراسيونات، ورغم الصعوبات اللي واجهتها شركة أوبيل، ورغم توجه للSUV وللكهرباء الإلكتريك، وإلنا أنه مازلنا نشوفه في كورسا في فيس ليفت جديد لها. إي نعم، اليوم معايا الأوبيل كورسا الفيس ليفت. فيس ليفت هذا رغم أنه ماهوش كبير، إلا أنه باش يورينا حاجات مهمين برشا للإيدنتيتي نتاع ماركة أوبيل. دونك باش نكتشفوا شنو تزاد جديدة في الفيرسيون إلكتريك منها. إي نعم، فيها فيرسيون إلكتريك. دونك خلينا نشوفوا شنو اللي تزاد. بدنا نبداو اشتراكك في القناة مهم برشا باش نقدمه. يلا بينا. توا انتوما فاش قاعدين تشوفوا؟ قاعدين تشوفوا في الكورسا هذه الكتريك، وراها مغادي الحمراء هذيك الكورسا الفيس ليفت المش الكتريك، وبحذاها لاسترا. علاش خليت لكم المنظر هذايا؟ على خاطر اوبيل بعد ما تحدث مع ستافيم واللي هي بي اس او واللي هي ستيلانتيس، توا الجروب الكبير اللي يجمع 14 ماركه او ممكن اكثر، توا اوبيل حبت تعمل ايدنتيتي جديده لكراهبها، حابه تتميز على بيجو، رغم انه تشاركها في برشا حاجات، الموتور، لا كاليتي، المكان وين الصنع، برشا حاجات، الا انه اوبيل تحب تتميز، خاطر اوبيل ماركه عريقه امريكيه المانيه، معناتها مش لعبه الحكايه. وكحبت تعمل هكا ما عملتش تخطيط لايدنتيتي جديده، وانما رجعت للماضي. اي نعم، رجعت لليدنتيتي فيزور اللي كانت تعمل فيها قبل، وهذا شيء ريناه في من احسن من اكثر الموديلات اللي هي بان، واللي هي لاسترا. لاسترا قاعدين نشوف فيها مغادي فيها ليدنتيتي فيزور، واللي ديجا صورت لكم وهي نفس الكهرباء صورتها ديجا نفسها بالضبط. زاد نقاوه في الكروس لاند، نقاوه زاد في الجراند لاند، ونجيو توا نقاوه في البيست سيلر نتاعها واللي هي الكورسا. توا كما قاعدين نشوفوا عندنا ولات عندنا ايدنتيتي كالندر فيزور، واللي هي عباره على فار كالندر واللوجو الكل قطعه واحده. ولهنا عندنا لي فار نتاعنا ولاو فول LED ماتريكس، حاجه روعه برشا، معناتها هذه حاجه روعه برشا من ناحيه الاداء، حتى زاده من ناحيه الفلوس غاليه برشا. عندنا من هنا كله بالبلاك من هنا، واللوجو جديد نتاع اوبيل. وزادوا واش عملوا في الفيس ليفت؟ حسنوا في البوكليه نتاعها، كبروه اكثر شويه، ودي فيرسون الكتريك ما نستحقوش تهويئه، دونك هذايا جوست محطوط زينا اكاهاو. اما في الحمراء اللي ترى فيها ما غادي، هذاك يكون محلول للتهويئه بالطبع. ولو عندنا دي زونتي بغياغ من هنا بطريقه مزيانه على الاخر على الاخر، ومن هنا نورمالمون يكونوا فتحات نتاع التهويئه للفرانات، لكن هنا مسكرين كما قاعدين تشوفوا فيهم بالنوار. الكهرباء برسمي زيانه على الاخر من قدامه، ولهنا كما قاعدين تلاحظوا تشبه برشا الكروس لاند. لهنا نحب نوضح نقطه، واللي هي هذه والكروس لاند عباره هذه الاخت الصغيره والخاله الصغيره. الاسترا والجراند لاند عباره الاخت الكبيره والخاله الكبيره، دونك فما دي كاتيجوري فوق كاتيجوري، او علاش هذه باش تراها تشبه اكثر الكروس لاند من الاسترا. والكاتيجوري هذه تبقى تكمل بها اوبيل موديلاتها الاخرين الى ان تعمل ايدنتيتي جديده. هنشوفوا شنو توا. شفتوا الاسترا والموكا، وتوا قاعدين نشوفوا في الكروس لاند ما غادي، دونك شفتوا كيفاش في فيديو واحد، خليكم تشوفوا الموديلات الكل، ناقصه كان الجراند لاند والكومبي. من هنا في جنب ما تبدل حتى شيء، الكهرباء قاعدة هي نفسها، الفيس ليفت ما اثر على حتى شيء. حاجه برك لازم تعرفوها انه الجونت من هنا العجالي يجيونا بارسيز في الفيرسيون الكتريك، اما في الفيرسيون ليسونس يجيونا بارديسيت. يقول قايل علاش؟ هذه خاطر تاثر في مدى القياده واللي هو الاوتونومي نتاع الكهرباء. بارسيز تعطي مدى قياده اكثر شويه واحسن شويه من انها تكون بارديسيت ولا حتى بارديزويت. مقدم نسيت نقول لكم اللي هي فيها ليكابتور دو رادار كيما مقدم ده كيما من تالي. الطولق عاد هو بيدو، الريتروفيزور دينا بالنوار مغادي، وبرسمي عجنب تعطيك توريك اللي هي كهرباء المانيه، برسمي ماهيش فرنسويه. من تالي التغيير الوحيد اللي لاحظوه اللي هو كلمه كورسا كيفاش ولات مكتوبه بالستيل هذا كيما لاستر، ولات هي مجبده هكا، وهذايا في موديلاتها كل شيء وليو هكا اوبيل. اللوجو الجديد نتاعها بالبيانو بلاك مزيان على الاخر، صراحه اللوجو عجبني على الاخر، حتى كيفاش حطوه مزيان على الاخر. اللي نات ادير كلها بالنوار بالبلارات في مي، تحسها فيرسيون عرفتك اللي بلاك اديشن، تحسها هكا رغم اللي لونها راهو انت ترى فيه اللي هو غري، اما كي تقبلها موش غري، نجمه كيف الضوء تراها ازرق فاتح، لونها يتبدل شويه كيف رسمي مزيان على الاخر. عندنا لي رادار، وعندنا بالطبع كاميرات ريكول 180 درجه. من هنا بما انه الفيرسون اللي نصوركم فيها هي الكتريك، عندنا مكتوبه كلمه او من هنا باش تعرف الانجن نتاع الكهرباء. شفنا توا من برا، خنشوفوا توا من داخل شنو تبدل. المفتاح بقى هو نفسه ديجا نتاع بيجو سيتروين، معناتها هذه حاجه مشتركه قاعدين يعملوا فيها. وبالنسبة باش تحل المال عندك تنزل على البوطون الوسطانية، جست تبقى تنزل عليها تسمع الصوت الصغير هذاك تهز المال من هنا.
لهنا ثم تغيير بين الالكتريك ومش الالكتريك في الفوليوم نتاع الكوفر. لهنا عندنا الفوليوم نتاع الكوفر نتاع الالكتريك 267 ايترا، لكن الترميك واللي هي ليسانس والا ايبريد جينا 309 ايترا. حسب رايكم علاش فرق، علاش هما الفرق هذايا الكبير رغم انه المساحه نتاع الكهرباء والطول والعرض نتاع الكهرباء كيف كيف؟ الفرق يكمن في انه لهنا في البارتي هذه تحت فما دي باتري، الباتري هذم كي يطلعوا كي تحط باش الباتري النيفو يطلع، كي النيفو يطلع الفوليوم ينقص. دونك لهذا انك تاخذ واحده الكتريك باش تضحي في الفوليوم نتاع الكوفر، لكن باش توفر فلوس ليسونس والفيدون. باهي المال ما ندخلش عندنا، عندنا جوست ان كروشي على اليمين وعندنا بلافونيه من هنا والا ضوء من هنا، هذيك هي ما عندناش حاجه اخرى وما عندناش حتى زادة رود سكور. الكهرباء ما عادش تجيب رود سكور. الفيرسيون اللي قاعدين نصور فيها توا هي الفيرسيون الاوروبيه اللي تصنع في اسبانيا. دونك بخلاف هذاك عندنا حتى شيء اخر، وعندك على اليسار وعلى اليمين منين باش تهبط المالب، لكن من هنا كل شيء مغلف. لهنا اوبيل ما يلعبوش الحكايه هذيا، ما يقصروش في الحكايه هذوما، حتى من داخل هذا كل شيء مغلف. نجيو توا للدخلاني نتاع الكهرباء ونقولوا بسم الله. نبداو بالترتيب، اول حاجه الكونتر بورت. الكونتر بورت ما تحسن حتى شيء، كله بالبلاستيك مازال، بيتر الكتريك الفوانيه نفسها بيجو، وعندي زاده وين تحط دبوزه ولا بارلور نتاع الكهرباء. ثاني حاجه الكسوه، الكسوه نتاعها عجبتني على الاخر على الاخر برسمك، هي تحسك اللي هي كهرباء مزخمه. كانت تورين الكسوه كهو وتورينيش الكهرباء نقول لك هذه ما تكونش كورسه، تكون حاجه كاتيجوري ما خير من الكورسه. دونك عندك السيبيكور، عندك انواع تاع قماش هكايا وبرسمي مزيانه على الاخر. وطبعا عندي ليزيزو فيكس تروا روبوستات اللي على اليمين وعلى اليسار كبار، معناتها يقعدوا فيها كبار، واللي في الوسط كاين روبوستات صغرون معناتها راهو صغرون. انا الحاجه اللي استغربتها واللي هي عندي تونيل، كيفاش عندي تونيل في كهرباء الكتريك؟ هذه يعني اول مره را تونيل في كهرباء الكتريك. احنا نورمالمون في كذا كهرباء الكتريك ما تسحقش تونيل اللي باش يعوق لك ولا اللي باش يصعب لك الباساج من اللي صار لليمين. هاك علاش انا تو كنت عدل البلاصه الوسطانيه سقايه باش تكون يمين ويسار، وبالنسبه لواحد ادولت ما نجمش يقعد في الوسط وما حداه زوز ادولت، ما نجمش يقعدوا كل مرتاحين. لكن لهنا دللونا شويه واعطاونا دو بور يو اس بي تايب سي، الشحن السريع من هنا ورا لاكود ورا افون. وبالنسبه للمكان هذا اللي كنت فيه انا الكرسي كان مقدم، دونك لي سباس كانوا عاديين، اما هذا البوزيسيون تاعي انا في القعاده، انا طولي 1.75 متر، خلينا نشوفوا كيفاش تعطي. دونك شفتوا كيفاش؟ دونك عندي ان سباس صغرون او جنو، وعندي من الفوق سباس زاد صغرون. دونك نتصور 180 82 باش يبدا يحس بالضيق شويه، الضيق في المساحه. باهي اكثر من اكثر حاجات اللي يخليو البلاصه اللي نين كومفورتابل، واللي هي انه عندك وين تشارجي، وحتى زاد التوا بانوراميك هذايا برسمي يحسك برحابه اكثر بالكهرباء، ويحسك الكهرباء كبيره رغم انها كورسا. انت اللي هكا ما نقدم كيفاش؟ في القدام عندنا تغيير جذري شويه واللي نبداو به، واللي هو ليكرون والا السيستم نتاع الملتي ميديا نتاعها. واخيرا ارتحنا ما كان ليكرون صغرون هذاك اللي حتى الحطه نتاعو كيفاش محطوطه حتى معوجه، الحمد لله ارتحنا. ولات عندنا ايكرون دي بوس كبير، في دي زوتيليزاسيون ما احسن، والاستعمال تاعو اسهل، وفيه ابل كار بلاي اندرويد اوتو سون فيل من غير خيط، ولات الحكايه عن بعد. اما الاكرون فيه برشا دي ديتاي، لهذا باش نخليه فيديو قصير وحده، وباش نحكي لكم زاد انه في الفيرسيون اللي اقل اوبشنات من هذه الاكرون تاعها اصغر، اما اصغر مش كيما الفيرسيون افون فيس ليفت، جوست اصغر شويه في الكبر، ما خاطر باش تكون فما فرق بين الفيس ليفت والنون توت اوبسيون والماهيش توت اوبسيون. اما مع الاكرون راهو ماهوش 100% تكتيل، عندنا تحته دي بوتون، عندي تاع التسكير الحلان، عندي تنزل طول الكهرباء، عندي او باش تشوف فيرسيون الكتريك باش تشوف كهرباء الباتري شارج نتاعها والشيء هذاك، اوديو نافيغاسيون، تحته عندي كليماتيزاسيون اوتوماتيك فيها سيير شوفون اي نعم، اوبل كورس فيها سيير شوفون يمين ويسار. تحت عندي 12 فولت، عندي يو اس بي، وعندي شارج اندكسيون اي نعم، اوبل كورسا فيها شارج اندكسيون، عندي ليفي نتاع الفيتيس، عندي محافظه على المسار على الطريق، وعندي حتى زاده اللي تنحي الصوت نتاع الرادار اريه، وعندي زاده الفريناج ريجينيراتيف اي نعم. اوبل كورسا راهي تطورت برشا من ناحيه الاوبشنات، ولا خلينا نحكيو بشكل عام، راهو السيتادين مع السيتادين كما تعرف قبل سيتادين ولاو فيهم اوبشنات نتاع كراب مضخمه. عندي زاده الدرايف مود، طبعا نحكي لكم في التست درايف شنو هما الدرايف مود اللي فيها. عندي الفرونت باركينج الكترونيك دو بورت كوبلي، ولا كدوار يقدم ويوخر مغلف بالكويت، في زاده ان غونفمون
لا بأس فيه، صغرون شوية لا بأس فيه. الإثبات الآخر في الفيس ليفت اللي هو الشكل تاع الرباج نتاعها، دونك تنوري هيكم اون باراليل، دونك الشكل تاع الرباج نتاعها ولات ازين وباللوجو جديد. الفولون ملتي فونكسيون، عندي على جنب نتاع لي فوليوم وكل، وعلي صار عندي نتاع ريغولاتور وليميتور دو فيتيس. بالنسبه لهنا ما عادش عندي كونتور ولا طول اكران، في كل شيء اكران ديجيتال. البيانو بلاك في الكهرباء بارتو في كل بلاصه. الكونتر بورت من قدام بالطبع يكونوا مغلفين، عندي مغلفين بالسيميل كوير السيربيكور، البيانو بلاك، كات فيتر الكتريك، الكوميتاتور نتاع الضوء، اليمات اوتوماتيك دو فو، دونك بالرسمي كامله فيها كل شيء. الكراسي كما قاعدين نشوفوا فيهم سبور او سبيفيش بالرسمي، معناتها اوبيل، معناتها موسع بالها بالقد اللي قدام، معناتها الموضوع مش، وحتى لو في علمك تو كهرباء تخدم راهو ما نسمع في حتى حس، ما نحس في حتى شيء. عندي لهنا البوتاغو نتاعها تهبط اسيستي كبيره بالكدي بالكدي بالرسمي كبيره. ونكملوا من هنا، عندي اتوا بانوراميك نتاعها، اتوا دي بانوراميك لكن نون اوفران، ما يتحلش جوست تشوفك هاو، يعطيك اكثر كي رحابه في وسط الكهرباء واكثر سطوع وكل، اما كان على الشمس كانك على الشمس سكروا. دونك هذا هو بالنسبه للدخلاني نتاع الكهرباء. دونك بعد ما وريتكم الكهرباء شنو فيها وشنو تبدل فيها، تو باش نعملوا تيست درايف، والتيست درايف نتاعنا مع الفيرسيون الالكتريك مش الفيرسيون ليسانس. دونك نبدلوا شويه، المره اللي فاتت عملت لكم فيديو فيرسيون ليسانس 130 شوفوا دي، المره هذه فيرسيون الكتريك شوفوا شنو هي فيها وشنو هي وشنو هي الفرق بينها هي والليسانس. دونك اول حاجه الكهرباء تو تخدم ما فما حتى حس. دونك الكهرباء الكتريك تو نبداو شويه شويه. فانا فانت باركينغ نتاعها الكترونيك، ولهنا الحاجه اللي حسيتها والحاجه اللي عجبتني برشا وخاصه مقارنه بالفيرسيون الكتريك انه ما عندكش حس، خاطر الفيرسيون ليسونس فيها الموتور البيورتاك، الموتور البيورتاك تروا سيلندر فيه برشا حس وما يخدموش على العزل، ما يخدموش على العزل. دونك لهنا ما عندك حتى حس، حرفيا حتى حس. عندي هنا بولون شوفون، بولون تاع سخون، نزل البوطون من هنا بولون يولي سخون، الكراسي شوفون نزلت عليها الكراسي يولي شوفون، الشوفاج برسمي والله معناتها كونفور بالكدي بالكدي برسمي، هذه حاجه بالكدي. بالنسبه للعزل البراني توب برسمي، حاجه باهيه برشا بالنسبه للكاتيجوري هذي. عاد انا ما نسمع كان في حس شوفاج هكا هذيك. باهي بالنسبه للالكتريك شنو عندنا بالالكتريك؟ عندنا دو موتوريزاسيون، عندنا الموتور الاولاني واللي هو يطلع 136 جوفودين ولا 130 كيلوات تقريبا، وعندنا الموتور الثاني واللي هو يطلع 156 جوفودين. الفيرسيون اللي معنا اليوم تطلع 136 جوفودين، والكوب نيوتن نتاعها 260 نيوتن متر، اي نعم 260 نيوتن متر. في باتري، البطارية نتاعها القوة نتاعها 50 كيلو وات بار اور. حكيت لكم قبل اني عندنا 3 مود دو كونتويت، شفتوا واحنا تو في صاعدة وانا نازل على الفريناج ريجينيراتيف. عندنا المود نورمال واللي هو المود اللي انا فيه توا واللي هو ما يعطيكش 136 شوف هذي، يعطيك جوست 100 هكا هاو، واللي هو هاكي ننزل يعني عادي. لكن كي نتحول انا للمود سبور، شوفوا رغم انها صاعدة الكهرباء تو تحب تعطيك 136 شوف هذي، لكن هذا بالطبع باش ياثر على مدى القياده نتاعها. شفتوا مثلا كهرباء وزويه، وبتعرفوا ايش هذا كهرباء الكتريك، ما عندكش تروبو تستنى فيه تعطيك القوه وش يدخل الهواء بسرعه، ما عندكش حاجه حتى شيء تستنى فيه، عاد دوما تنزل الكهرباء تعطيك القوه. ثابته في الكيس بالكتير، رسمي ثابته في الكيس بالكتير، لعبت شويه بركة اما ثبت به في الكيس رغم انها كانت صعبة. وعندي زاده المواد اللي اغلبيه الناس اللي ياخذوا كهرباء الكتريك باش يستعملوا اكثر واحد واللي هو المود ايكو، واللي هو المود ايكو تو انا كي ننزل عادي جدا جدا. المود هذا هكا قال لي بيرفورمانس ليميتد، قال لي معناتها بيرفورمانس ليميتد، معناتها يعطيني اقل بويسونس واقل حتى اداء للكهرباء في الكياس. المود هذا من شانه انه يحافظ لي على مدى القياده بتاع الكهرباء الاصلي واللي هو 359 كيلو متر، هذا مدى القياده نتاعها. جوست لهنا باش نوضح لكم حاجه انه راهو مدى القياده اللي تراه فيش تكنيك راهو هذاك افضل مدى قياده تنجم توصل له، ماهوش هو مدى القياده نتاع المود سبور ولا المود نورمال، هذاك راهو تاع المود ايكو وفي السيكل دبليو ال تي في. المود ايكو مهم على الاخر ومهم على الاخر وزاد تستفاد منه اكثر في كتابه الدوران تاعك في وسط المدينه.
وعندي زاد ريجلاتور وليميتور دي فيتيس يساعدوا زاد في الاوتونومي نتاع الكهرباء. لهنا فما حاجه ممكن تبان لك خايبه ممكن تبان لك باهيه، واللي هي دي فيتيس ماكسيم حدد 150. اي نعم، حتى كان تعطيك حتى كان تاخذ فيرسون اللي فيها 156 شوفودين، الفيتيس ماكسيمال نتاعها 150 كيلومتر برور. مثلا انا هي تو مش عارجه كفول عطاني تو 352 كيلومتر اوتونومي. ننزل لهنا انا او قعدت تعطي فيا تو يوريني تو في الكهرباء ما غادي، وقال لي شنو المود اللي انا فيه تو، مود ايكو statistics. نجم هكا قال لي القوه تاع البطاريه نتاعها 50 كيلو وات كيلو كيلو وات اور بير 100 كيلومتر، وعندي الكونسوماسيون نتاعها 17 كيلو وات اور بير 100 كيلومتر. هذه الكونسوماسيون نتاع الكهرباء. مثلا هنا هكا قال لي نتو في الموديكو مثلا نبدل من هنا مود نورمال سي بون الموديكو توقف. اما قال لي قاعد يعطيني في سياقتي كيفاش زين نتو، واش نرجع للمود نورمال خاطر هو اكثر مود نستعملوه كمان، معناتها المود اللي نحبوه اكثر اللي يكون معتدل مش كهرباء باش تكون ضعيفة. عندي لي سيسير باغ، عندي بلون ريغلابل اون اوتور اون بروفوندور، عندي لا كاميرا دو كو، عندي الاسيستونس اون مانتيان ليني اللي هي هاي من هنا هكا كي نزل على هنا يولي كي نهرب انا على الخط من يسار يوريني يقول لي ينبهني. معناتها من ناحية من ناحية كل برسمة، من ناحية السيكوريتي الكهرباء توب فيها كل شيء. عندي كيما قلت لكم الفريناج ريجنراتيف، وشوفوا حتى من الفيديو نتاع الفيتاس نتاعها كيفاش. بالنسبه للسيكوريتي زاد بالنسبه للتيست كراش ماخذه في الاورو ان كابي ماخذه 4 نجوم على 5. وبالنسبه لي فيرسيون الموتورات الاخرين ولات فيها فيس ليفت، ولات فيها هيبريد، ولات فيها انفيرسيون هيبريد، واللي هي تعمل انفيغيداسيون صغيره على الموتور البيورتاك. شفتوا الموتور البيورتاك اللي كان 1.2 اللي كان فيه 130، يزيدوا معاه بطاريه 48 فولت ويتولي وتولي طلع 136 حصان، يعود 130 حصان، كونسوماسيون تقل والكهرباء تولي احسن. هنا مثلا هنا انا عندي شو اسمه هو النقطه العمياء، نظام النقطه العمياء بالنسبه لشني اخر معناتها توتال مو الكهرباء. انا مره هذه عجبتني اكثر من الفيرست من وقت اللي جربتها المره اللي فاتت. وقت اللي جربتها المره اللي فاتت كميه العزل اللي فيها كميه ضعف العزل اللي فيها غير عاديه، حس الموتور عالي كل، لكن في الفيرست الالكتريكي بالطبيعه باش نرتاحوا من حكايه العزل الخايب. هذا كله بالنسبه للكهرباء نتاعنا بالنسبه لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. باي ذا واي هذا اول فيديو نصوره من بعد قصه، بعد ما قصيت قداش سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جون، في بعد 5 شهور انقطاع على تسجيل الفيديوهات. هذا اول فيديو نصوره، علاش؟ على خاطر الامر كان خارج عن السيطره شويه، الحمد لله صار لي كسر في ساقي ما نجمتش نصور تو، الحمد لله قاعد تشوفوا فيه نسوق. وهذه اول كهرباء نسوقها بعد ما تكسرت ساقي، اخر كهرباء سوقتها قبل ما تكسر ساقي بالنهار، وتو هذه اول كهرباء نسوقها بعد ما تكسرت ساقي. وسبحان الله وقت اللي قصيت اول عام اللي فات اول كهرباء صورتها هي الكورسا، وتو اول كهرباء صورتها هي الكورسا عند نفس الشروق اللي قاعدين نشوفوا فيه مريم. نشوف الكهرباء برسمي، الكهرباء شوفوا برسمي هذا مود نورمال، شوف يعني برسمي الفريناج نتاعها قوي برسمي الفريناج نتاعها قوي بالدي، ديجا هي فيها فران ديسك من قدام ومن تالي. هذا كله بالنسبة للكهرباء. عندك سؤال مرحبا بيك، وتابعنا باش يجيو فيديوهات حلوين على الاخر، قادمين فيديوهات عسل. جوست تابعنا حط ابوني على شير يوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.